أقول هذا السائل يا شيخ: ابن أختي فقير وشاب ومقبل على الزواج، فهل أعطيه من زكاة مالي مع أن زكاة مالي تحل في رمضان وأريد أن أقدمها؟ لا بأس بذلك إذا كان هذا الرجل يريد الزواج محتاجا إليه، ولكن ليس عنده القدرة المالية على الزواج، فإنك تساعده من الزكاة، ولا بأس أن تقدمها عن وقت وجوبها، فإن تعجيل الزكاة لغرض صحيح يجوز، كما تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس لسنتين. نعم.